سلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده عاملين مع بعض محشي كرنب، وعاملين محشي فلفل، وهنعمل مع بعض الكوسه برضو، بس لسه ما قورتهاش. لسه هنجيب الورق العنب والبتنجان، لسه هنقوره برضو. احنا الاتنين بنسابق، هنشوف مين هتخلص الحله بتاعتها الاول. طبعا هسوي المحشي واوريه لكم وهو مستوي كده. وعاملين جنبه بط، طبعا المحشي بيبقى جنبه البط احلى. وعاملين صينية رقاق باللحمة. هنخلص الاكل ونسويه وهنوريه لكم بعد ما يستوي كده. هسويه كده بقى، ولما انزله ياريت تقولوا ايه رأيكم في التعليقات، وما تنسوش بقى الاشتراك. حبايب ماما سناء، خلصنا المحشي اهو، ومنى هتوريه لكم بقى. وروهم يا منى المحشي اهو يا حبايبي. المحشي ده الكرنب، وده فلفل، وده برضو كرنب اهو، وده برضو فلفل. ودي طبعا حلة ماما سناء ما اقدرش انساها، وحطرها قرن فلفل على الوش عشان هي بتحبه حراق. كلنا طبعا بنحب المحشي حراق، بس ماما بتحب المحشي حراق قوي. اهي دي حلة ماما سناء ما اقدرش انساها طبعا. وده بقى المحشي اهو زي ما قلت لكم، ولسه هنسويه. هسوي المحشي واوريه لكم برضو. تنسوش بقى اللايك.